ادي كامل الوزير. اسعار تذاكر المترو من 2019 لم تتحرك. طبعا ده كذب لانه اخر مره لزياده سعر تذكره المترو قبل الزياده الاخيره كانت في اغسطس 2020. يا كامل ارجع ذاكر يا كامل. عيب عيب المداخلات اللي انت بتعملها مع احمد موسى. بتقعد تعيط اعدمه كامل الوزير، والله الكوبري ما وقعش، ما هو اصلا مش عارف ايه، ربنا يهديهم. لا يا كامل، هي مش فكره ربنا يهديهم، هي فكره البلطجه اللي انت سايق بيها وزاره النقل. ما تنفعش، ما تمشيش معانا، ما تمشيش مع الشعب المصري. احترم نفسك وتعامل جاي زي اي مسؤول شغال عند الناس. الناس مش شغاله عندك يا كامل. حظك يا كامل يا وزير ان اللي بيستضيفك احمد موسى. حظك والله. انا اتمنى ان كامل الوزير ده يدخل هنا مداخله مره عشان الكذب ده نناقشه فيه على الهوا، نعرف بقى وجهه نظره. لا في ساعتها عباس كامل يهددنا، ولا في عبد الفتاح السيسي يزعق لنا، ولا في مش عارف احمد شعبان يبعت لنا، ولا في حد. لما صحفي محترم يعمل مقابله مع مسؤول كذاب زي ده هيعرفوا قيمته، هيعرفوا انه كذاب، يعرفوا يعني ايه صحافه، يعني ايه اعلام، يعني يحترم نفسه قدام الناس. لكن هو بيدخل مع واحد زي احمد موسى عسكري عنده، فبيدخل يقعد يزعق ويتمسكن واحمد موسى يهز راسه. لا احنا ما بنهزش راسنا يا كامل، احنا بنطلعك كذاب زي ما الارقام دي مبينه كده. النقطه اللي بعد كده عندنا سواحل 1200. لا خلينا مع كامل يا جماعه ثانيه واحده. في السواحل هو قال 1200 كيلو متر على البحر المتوسط، وهم 1500 كيلو متر، ده وفقا لوزاره البيئه. نروح للرواتب. الراجل بيضرب رقم بيقول لك رواتب موظفي السكه الحديد 4 مليار جنيه. الحقيقه ان اجور العاملين في الهيئه القوميه لسكك حديد مصر بحسب موازنه الهيئه لعام 2023-2024 5.6 مليار جنيه، مش 4 مليار جنيه. يا كامل انت كنت رئيس الهيئه الهندسيه، المفروض تبقى شاطر في الحساب، شاطر في الرياضيات، او الله اعلم انت دخلت ونجحت ازاي. لكن على كل حال راجع الارقام دي، يمكن تتعلم درس وما تعملش كده المره الجايه.